الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل. استنفار أمني لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشددان على ضرورة مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة. ثمنا مساء بتوقيت القاهرة، ساعتنا الإخبارية الشاملة بانوراما النيل، أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المتميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي اليوم لأكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة. هذا وقد تابع السيد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص السيد الرئيس على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، وشدد سيادته على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى. يتوجه الناخبون داخل مصر غدا إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة 2024، وقد توقفت الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل الجمهورية بدءا من أمس الجمعة وتنتهي اليوم، حيث تجرى الانتخابات في الداخل اعتبارا من غد الأحد وعلى مدار 3 أيام. أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستجرى في ظل ضمانات عديدة لنزاهتها وشفافيتها حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، وعلى رأس تلك الضمانات الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاد لكل صندوق اقتراع. كما دعا رئيس الوطنية للانتخابات إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية لرسم خارطة المستقبل وتلبية لنداء الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد
وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن: ربنا اهد على طريق الحق سبيلنا، واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالتأكيد لنيل الأخبار، شبكة مراسلينا في مختلف اللجان لمتابعة بدء عملية تصويت المصريين بالداخل منذ الغد بإذن الله، وبتأكيد أيضا الاستعدادات الجارية لاستقبال هذا المشهد الانتخابي الرئاسي. المزيد من المتابعة لنبدأ بمحافظة البحيرة، ومفادنا إلى هناك أحمد ممدوح. أحمد، يعني نتعرف من خلالك على المزيد من ملامح المشهد قبل أقل من يوم على بدء انتخابات المصريين في الداخل، يعني وتحديدا في محافظة البحيرة، كيف تجري الاستعدادات؟ البحيرة تحية لك أحمد من البحيرة، تفضل متابعتك. بالتأكيد تتولى المتابعات من مختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية وإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي. وينضم إلينا للمزيد من المتابعة مفادنا إلى البحيرة أحمد ممدوح. أحمد تفضل، إليك الكلمة، متابعتك للاستعدادات وبدء اليوم الأول للانتخابات في الغد بإذن الله. إن كان السؤال موجها لي فأنا محمد جمال وموجود في محافظة بورسعيد. تفضل محمد، يعني بالتأكيد يعني المشهد في بورسعيد يعني سوف يكون حافلا في الغد بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، نظرة أكثر قربا. نعم. للاستعدادات. نعم. نعم. بورسعيد هي إحدى محافظات قناة السويس، وهي تقع على بوابتها الشمالية، مما يكسبها أهمية خاصة في مثل هذه الاستحقاقات. انتهت منذ الأمس المحافظة من إعداد كل المقار الانتخابية لاستقبال ما يزيد عن نصف مليون ناخب لهم حق التصويت هنا في المحافظة.
المحافظة يوزع هؤلاء على أكثر من 60 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء وفي مدينة بور فؤاد، هذا بالإضافة إلى 5 لجان للمغتربين. كما عملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على رفع كفاءة محيط المدارس التي ستشهد ماراثون الرئاسة خلال الأيام الثلاثة المقبلة. هذا وتوفرت كل سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية. تم توفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين ورفع الإشغالات في محيط اللغان. الانتخابات تتم بإشراف قضائي كامل. وقبل قليل أعرب محافظ بورسعيد عادل الغضبان عن ثقته في أن تكون نسبة المشاركة في المحافظة أعلى نسبة تصويت مثلما حدث في استحقاقات انتخابية سابقة، هذا بحسب بيان صدر منذ قليل من المحافظة. دعا المحافظ في هذا البيان مواطني المحافظة للمشاركة بكثافة مستندا على تاريخها الباسل للمقاومة الشعبية، مذكرا في تلك الأيام ونحن مقبلين بنهاية هذا الشهر على احتفالات عيد النصر بذكرى انتصار رجال مقاومة المقاومة الشعبية ببورسعيد على دول العدوان الثلاثي وما قدمه أبناء المدينة الباسلة من تضحيات وبطولات في مراحل حرجة من عمر مصر، خاصة تلك المراحل التي أعقبت عام 2011 والتي لبى فيها أبناء بورسعيد نداء الوطن بكل وطنية وتضحية وبطولة، والكلام كله من نص البيان. رصدنا نحن هنا أثناء جولتنا على عدد من المقار الانتخابية مستوى عال من التجهيزات لاستقبال الناخبين، بداية من وضع مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، كما رصدنا مستوى عال من النظافة فضلا عن لجان مكيفة وتوفير الخدمات الأمنية في محيط المدارس وفي كل الشوارع. الشاهد هنا أن كل الأجهزة في محافظة بورسعيد تعاونت لكي تخرج الصورة بعد سويعات من الآن في الماراثون الرئاسي بالشكل اللائق بهذا الاستحقاق الانتخابي الدستوري المهم. أشكر جزيل شكر على هذه المتابعة زميل محمد جمال متابعا من بورسعيد. ونبقى معكم مشاهدينا الكرام، وينضم إلي للمزيد من المتابعة بالتأكيد مراسلونا في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية لنظرة أكثر قربا للمشهد قبل ساعات من بدء تصويت المصريين في الداخل في هذا الحدث الديمقراطي باقتدار والذي يفسح المجال بالتأكيد للمضي قدما في الإصلاحات وعملية البناء والتنمية في مصر. تبذل الهيئة الوطنية للانتخابات قصارى جهدها لإنجاح هذا المشهد وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حيادية ونزاهة، ويرى مراقبون أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية هو أكبر ضمانة لنزاهتها على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون، الأمر الذي يعتبر استجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني. إشراف قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكدته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصحفي العالمي الذي عقدته لدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أعلنت الجداول الزمنية لإجراءاتها ومواعيدها. ويأتي الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة تطبيقا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني. الانتخابات ستجرى كسابقتها تحت إشراف قضائي كامل، أي سيخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع. كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد تقدم بمقترح للرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وبالتحديد على نص المادة 34 بما يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، وذلك في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك اعتبارا من 18 من يناير لعام 2014 وتنتهي في 17 من يناير لعام 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات
كهيئة مستقلة دون غيرها. ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة المنظمات الدولية للمراقبة في سبيل إقامة انتخابات حرة ونزيهة. سيسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية بالمتابعة طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة. ويرى مراقبون أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية أكبر ضمانة لدفع المواطنين من كافة أطياف الشعب المصري للمشاركة الإيجابية في التصويت الانتخابي لرسم مستقبل مصر، لتكون النتيجة معبرة عن إرادة الناخبين والشعب كافة. محمود العزالي، النيل للأخبار. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها عن إمكانية استفادة الناخبين من خدمة الاستعلام المجانية عن مكان لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وأرقامهم في الكشوف الانتخابية، وذلك من خلال إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 ومن أي تليفون محمول، وأيضا من خلال الاتصال برقم 5151 من أي هاتف محمول، موضحة ضرورة اتباع الإجراءات، حيث سيتم الرد عليهم برسالة بنتيجة الاستعلام. وينضم إلينا من طنطا وفدنا إلى هناك محمد محروس. محمد، بعد التحية، كيف تتابع الاستعدادات قبل ساعات قليلة من بدء التصويت في مصر؟ تفضل. محمد محروس، بعد التحية، متابعتك قبل ساعات من بدء تصويت المصريين في الداخل وتحديدا حيث تتواجدون، تفضل. تحياتي لك زميلتي العزيزة، تحياتي لكل مشاهدي التلفزيون المصري الكرام. قبيل ساعات من انطلاق العرس الديمقراطي والاستحقاق الدستوري، أنهت محافظة الغربية الاستعدادات كافة بزيارة تفقدية للدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم لمدرسة محمد فريد. وتضم مدرسة محمد فريد لجنة واحدة من بين 693 لجنة فرعية موزعة على مستوى المحافظة. الكتلة السكانية في محافظة الغربية تبلغ حوالي 5,500,000 مواطن ومواطنة، وممن لهم حق عملية التصويت 3,500,000 مواطن ومواطنة مقسمين على 14 لجنة عامة على مستوى المحافظة. المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم اللوجستي والدعم الفني من خلال إزالة كافة الإشغالات المؤدية إلى الطرق وتوفير سيارات إسعاف وتوفير عدد من الكراسي المتحركة والمظلات. كما نشد المحافظ خلال جولته التفقدية جميع المواطنين بالنزول إلى صناديق الاقتراع للمشاركة الإيجابية والاستحقاق الدستوري حفاظا على الوطن والتنمية. إذن نستطيع أن نؤكد أن العملية الانتخابية في محافظة الغربية انتهت كافة الاستعدادات كافة من حيث استقبال الناخبين غدا عند فتح صناديق الاقتراع والمحدد لها الساعة 9 صباحا. بالتأكيد نترقب بدء التصويت في لديكم مع بدء التصويت بإذن الله في الغد. وأشكرك جزيل الشكر محمد محروس، متابعا من طنطا. وأتحول إلى محافظة الإسكندرية حيث مفادنا إلى هناك أحمد أبو الحسن. يعني أحمد، كيف يبدو المشهد لديك وإلى أي مدى اكتملت ملامح الاستعدادات لبدء التصويت في الغد بإذن الله؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين من إحدى المقار الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، حيث الاستعداد للاستحقاق الانتخابي غدا إن شاء الله، والذي سوف يبدأ في تمام الساعة 9 صباحا ولمدة 3 أيام. هذا الاستحقاق الانتخابي يترقبه الكثير من المواطنين هنا في محافظة الإسكندرية. بداية، إذا تحدثنا عن العملية التأمينية والتنظيمية في المحافظة،
هناك كانت لنا جولة اليوم بمحافظة الإسكندرية مرورا على اللجان والمقار الانتخابية من حيث التأمين ومن حيث يعني الاستعداد لفتح اللجان الانتخابية في مواعيدها الزمنية المحددة والساعة 9 صباحا. هناك تأكيد تام من قبل القيادات التنفيذية ومن قبل السيد المحافظ والقيادات الأمنية بأن هناك كافة الأجهزة الأمنية على استعداد كامل لتيسير العملية الانتخابية بمحافظة الإسكندرية. إذا تحدثنا عن المقر أو عدد اللجان العامة بمحافظة الإسكندرية، هنا 18 لجنة عامة، يعني 18 لجنة عامة في محافظة الإسكندرية. هذه اللجان العامة أيضا هناك منها عن عدد المقر الانتخابية أو المراكز الانتخابية 351 مقر انتخابي أو مركز انتخابي. في كل مقر انتخابي أو هذه المراكز الانتخابية 351 مقر تضم 533 لجنة انتخابية. إذا تحدثنا عن عدد من لهم حق التصويت الانتخابي في محافظة الإسكندرية، فهو العدد 4,300,000 ناخب وناخبة. هناك أيضا تيسيرا وتسهيلا على المواطنين الوافدين المتواجدين في محافظة الإسكندرية، هناك بالإضافة إلى هذه اللجان يوجد 16 لجنة انتخابية منتشرة في كافة أنحاء المحافظة للتيسير على المواطنين الوافدين في هذه المحافظة حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر دون اللجوء إلى يعني الاضطرار إلى اللجوء إلى محافظاتهم التي ربما تكون بعيدة أو ربما لا يستطيعون الوصول إليها نظرا لطبيعة عملهم. هنا 36 لجنة للوافدين. إذا تحدثنا عن عدد القضاة الذين المشرفين على العملية الانتخابية، فهناك أكثر من 600 قاضي في يقومون بالإشراف على العملية الانتخابية. هناك أيضا غرفة عمليات هامة موجودة بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى تتم بسهولة ويسر. هناك توعية كاملة لدى المواطن الإسكندراني هنا لكيفية الانتخاب وأيضا لضرورة وأهمية صوته الانتخابي والحس على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ويقومون بالترشيح من يختارونه في هذا التصويت الانتخابي الهام. هناك أيضا يعني تحدثنا مع عدد كثير من المواطنين خلال هذا اليوم عن مدى استعدادهم للمشاركة في العملية الانتخابية. هناك استعداد تام لدى المواطنين، هناك توعية كبيرة لدى المواطنين للنزول للإدلاء بأصواتهم. هناك تأكيد بأن الصوت الانتخابي في الإسكندرية له دور كبير وله أهمية كبرى نظرا لأهمية هذا الصوت الانتخابي في الاستحقاق الانتخابي في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها مصر. وهو هناك أيضا إذا تحدثنا أيضا على جانب آخر وهو الجانب التأميني، هناك تأمين لكافة اللجان الانتخابية، هناك تيسيرات من قبل القيادات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية. اختيار اللجان الانتخابية في محافظة الإسكندرية لم يكن بسهولة، ولكن جاء هذا الاختيار لبعض المدارس والأماكن التي يتم فيها الانتخاب بأن تكون في أماكن ميسرة للمواطنين، والشوارع المؤدية إلى هذه اللجان والمقار الانتخابية تتم بسهولة ويسر لدى المواطن الإسكندراني. هناك أيضا ترحيب بهذه الانتخابات من قبل المواطنين، هناك أيضا عدد كبير من القيادات الشرطة التي تتواجد وتتمركز في أماكن مختلفة للتيسير على المواطنين. إذا تحدثنا أيضا عن التيسيرات والتسهيلات المتواجدة داخل كل مركز انتخابي، هنا على سبيل المثال هناك يوجد سيارة للإسعاف لأي ظروف طارئة ربما يحتاجها الناخب. هناك أيضا بعض التندات الخاصة أو المظلات الموجودة لبعض المواطنين. هناك أيضا بعض الكراسي المتحركة لمساعدة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة على الوصول إلى المقار الانتخابية واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر. هناك تكاتف تام من كافة الأجهزة
المعنية التنفيذية والأمنية وغيرها، وأيضا القضاء في أن تتم هذه العملية الانتخابية بسهولة ويسر لدى محافظة الإسكندرية. وكما ذكرنا هذه اللجان الانتخابية لم تكن متواجدة داخل منطقة معينة ولكنها منتشرة في كافة أنحاء المحافظة حتى يتمكن كافة المواطنين من الوصول إلى هذه اللجان. واضح على تذليل العقبات وتقديم كافة التيسيرات الواجبة خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة من الإسكندرية أحمد أبو الحسن. أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمن انتهاء محافظات الجمهورية من التجهيزات للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة. وأكد الوزير أنه تابع مع المحافظين ترتيبات الانتخابات، مشيرا إلى قيام المحافظين بتفقد عدد من المقار الانتخابية للاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والقضاء وتوافر التيسيرات وتجهيزات اللازمة بما يضمن خروج الانتخابات بشكل مشرف للدولة المصرية. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظات قد فعلت خطط الطوارئ في جميع المرافق، كما وجه بالتنسيق بين غرف العمليات لسرعة الإبلاغ عن أي معوقات أولا بأول. عقد محافظ القاهرة خالد عبد العال اجتماعا موسعا اليوم بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات والإجراءات النهائية استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية. واطمأن محافظ القاهرة على الانتهاء من الأعمال التنسيقية بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والجهات المعنية بالعملية الانتخابية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية. وأكد محافظ القاهرة على جاهزية المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين البالغ عددهم حوالي 8,236,761 ناخبا موزعين على 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الربط بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. وينضم إلي من محافظة الشرقية مراسلنا هناك محمد عبد الصبور. محمد، بعد التحية، كيف جرت تهيئة اللجان الانتخابية بالمحافظة لاستقبال الناخبين مع بدء انتخابات الرئاسة وتصويت المصريين منذ 9 صباحا في الغد بإذن الله؟ تحياتي لك زميلتي العزيزة، تحياتي لمشاهدي التلفزيون المصري من هنا من محافظة الشرقية، حيث بالفعل أتمت محافظة الشرقية آخر استعداداتها ليها تحقيق الانتخابي الهام وهو رئاسة الجمهورية 2024 من خلال يعني عدد كبير من المقار الانتخابية. ربما الصورة من خلفي تعكس هذه الاستعدادات من خلال هذه المقصورات وهذه الخيام والمظلات والإضاءة التي تعكس أجواء انتخابية فعالة. إذا تحدثنا عن الخريطة الانتخابية لمحافظة الشرقية بنتكلم عن واحدة من المحافظات التي تحتل المركز الثالث على مستوى محافظات الجمهورية من حيث الكثافة التصويتية. نتحدث عن 4,700,000 ناخب وناخبة هم من لهم حق التصويت في هذه الانتخابات، موزعون على 980 لجنة عامة و 1016 لجنة فرعية. أيضا هناك عدد من لجان المغتربين داخل محافظة الشرقية، وهذه اللجان متمركزة في 5 مراكز أو مدن، وهي مدينة صلاحية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان والزقازيق وبلبيس ومدينة فاووس. ربما هذه المراكز بها كتلة تصويتية عليها من جانب، وأيضا هي بها العديد من المدن الصناعية مثل الصلاحية والعاشر من رمضان وأيضا بلبيس، فبالتالي بها عمال خارج نطاق الشرقية. أما عن استعدادات المحافظة فدكتور ممدوع غراب محافظة الشرقية يمكن على مدار الأيام الماضية عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء ومراكز المدن بالإضافة إلى يعني مديري الوزارات الخدمية للتأكد من توافر كل الخدمات التي يمكن أن تسهل على الناخبين داخل المقار الانتخابية، من بينها يعني سواء توافر
توفر المياه والكهرباء ومسألة الصرف الصحي وغيرها من الأمور الهامة واللازمة للتسهيل. بيوصل أيضا التأمين، هناك تأمين شامل من قبل مديرية أمن الشرقية بوجود كمائن ثابتة وكمائن متحركة، وأيضا وجود كثافة أمنية في محيط اللجان وخدمات مرورية من أجل مساعدة الناخبين وتيسير الطرق على الناخبين. كل هذا طبعا وسط مشهد أمني يدعو الناخبين إلى الأمن وإلى الأمان وإلى الإطمئنان. أشكر جزيل الشكر محمد على هذه المتابعة من محافظة الشرقية، وتحول إلى بني سويف ومعنا متابعا من هناك مراسلنا أحمد أبو علم. أحمد، بعد التحية، يعني كيف تبدو اللمسات الأخيرة لديك لتحقيق الجاهزية المنشودة للجان الانتخابية المختلفة في المحافظة في استقبال تصويت المصريين في محطة مهمة بالتأكيد، وهي تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية؟ دائما بصراحة يعني كل مدن محافظة جنوب سيناء هي نموذج يعني مشرف يعني في جمهورية مصر العربية بشكل عام، وخصوصا العاصمة طور سيناء. بصراحة يعني أهالي العاصمة يعني دائما مترقبين زي باقي المدن، وأهالينا يعني في جنوب سيناء شعب مضياف وناس محترمة، وتلاقي في تكاتف. أنا بحس إن يوم الانتخابات ده كأنك بكرة، يعني بكرة العيد. يعني تفضل أحمد، أنا معك أسمعك جيدا، تفضل. أيوة صح، يعني بالتأكيد سوف نسعى للتواصل معك لاحقا للتعرف على المزيد قبل ساعات من بدء التصويت في بني سويف، ويعني عذرا سوف أكتفي بهذا القدر للحظة. ونواصل معكم مشاهدينا الكرام متابعتنا، حيث وجه علماء وزارة الأوقاف رسالة إلى جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا وحقا دينيا ودليلا على التحضر والرقي. المشاركة في العملية الانتخابية أو الإيجابية ده مبدأ أسس له ديننا الحنيف، ودعانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب الله مثلا لذلك في القرآن، فقال: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. فمثل ربنا سبحانه وتعالى الرجل السلبي هنا بأنه أبكم وكل وعالة على المجتمع الذي يعيش فيه. أما الإيجابي فوصفه ربنا سبحانه وتعالى بأنه يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهذا المبدأ أصل له ديننا الحنيف، ورسالة إلى الناس أجمعين أن يشاركوا بداية من الغد في هذا العرس الانتخابي، عرس ديمقراطي يجب علينا أن تنظر إلينا الدنيا كلها وتشير إلينا بالبنان: ها هي مصر، بلد الديمقراطية، بلد العدل، بلد خرج أهلها وناسها كلهم ليشاركوا في هذا العرس إن شاء الله، وسترون مشهدا عظيما لم نره من قبل إن شاء الله بداية من الغد. يجب أن نشارك مشاركة. ويتواصل الحديث مع مفدنا إلى محافظة بني سويف أحمد أبو علم. أحمد، يعني كنا نتحدث عن الاستعدادات لهذا المشهد الانتخابي لديكم، ولنتعرف أيضا فرصة يعني على الكتلة التصويتية الممنوحة حق وواجب التصويت في المحافظة من متابعتك. هتقدر تطلع في ظل المنطقة الملتهبة انها تطلع تدلي بصوتها في الانتخابات. مساء الخير زملائي في الاستوديو، مساء الخير اعزائي المشاهدين. يعني انهت محافظة بني سويف الاستعدادات التامة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة للعملية الانتخابية، الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الاحد وتستمر لمدة 3 ايام. تم تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية و450 مقرا انتخابيا بالمحافظة. ايضا تم تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين في المحافظة، وذلك للتيسير عليهم لإدلاء أصواتهم
في هذه الانتخابات المهمة. إذا تحدثنا عن محافظة بني سويف فإنها يوجد بها 8 مراكز، هي الواسطة، بني سويف، إهناسيا، سموسطة، ناصر، بني سويف الجديدة، ببا، الفشل. يعني هناك استعدادات تامة في المحافظة للعملية الانتخابية. أيضا هناك تخصيص، تم تخصيص المظلات ومبردات المياه والكراسي والكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتيسير عليهم في الإدلاء بأصواتهم. أيضا هناك غرفة عمليات مركزية داخل المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية أول بأول. هناك كانت جولة مكوكية لمحافظ بني سويف اليوم لتفقد اللجان وجاهزية اللجان واستعدادها التام لاستقبال الناخبين. أيضا إذا تحدثنا عن محافظة بني سويف فخلال 10 سنوات الماضية تم فيها خدمات تنموية وأعمال كبيرة جدا وتطوير كبير جدا في المحافظة من طرق وكباري ومياه وشرب وصرف صحي، أيضا إسكان اجتماعي، أيضا توصيل الغاز الطبيعي لعدد كبير من الوحدات السكنية في المحافظة. يعني هناك خدمات تنموية كاملة على أرض محافظة بني سويف تمت خلال 10 سنوات الماضية. إذا محافظة بني سويف استعدت وتزينت لاستقبال الناخبين في العرس الديمقراطي وهي الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ غدا الأحد وتستمر لمدة 3 أيام. إليكم زملائي في الاستوديو. دول الغرب أشكرك جزيل الشكر. وإلى المنصورة، ومعنا متابعا من هناك زميل محمود العزالي. محمود، بعد تحية، يعني بالتأكيد يعني خصوصية للمنصورة، ويعني ربما لمستم الحرص من قبل الناخبين والمواطنين هناك على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. يعني لنتعرف من خلالك على المزيد حول الكتلة التصويتية والإجراءات المتخذة سواء تأمينيا أو تنظيميا لتهيئة اللجان. بالفعل ريهام، هناك منذ الصباح الباكر، منذ أن وصلنا إلى محافظة الدقهلية وتحديدا حيث أتواجد هنا في مدينة المنصورة، هناك شغف من المواطنين للسؤال عن اللجان الانتخابية كيف تجري. أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطنين، ولكن بلوها أنهم يؤكدون على الحرص على المشاركة في هذه العملية الانتخابية. إذن 12 ساعة تقريبا تفصلنا عن انطلاق السباق إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024. هذه الانتخابات التي تبدأ في 9 صباح غد الأحد إلى 9 مساء وتستمر على مدار 3 أيام، هي الأحد والاثنين والثلاثاء. 4 مرشحين يتنافسون على كرسي الرئاسة لفترة رئاسية ودورة رئاسية جديدة مقبلة من عام 24 إلى عام 30. الكتلة التصويتية هنا لمحافظة الدقهلية جرت الاستعدادات على قدم وساق، وانتهت تقريبا الاستعدادات والترتيبات النهائية للانتخابات في محافظة الدقهلية. محافظة الدقهلية تضم حوالي 4,562,000 ناخب، فضلا عن 1,119 من الوافدين أو المغتربين. لدينا في محافظة الدقهلية 7 لجان للمغتربين فضلا، وأيضا لدينا هنا 947 لجنة فرعية، لدينا 24 لجنة عامة و 663 مقرا انتخابيا. أحد هذه المقرات أتواجد به الآن وهو مدرسة ابن لقمان الإعدادية في حي غرب المنصورة. الاستعدادات على قدم وساق، هناك يتواجد تطويق أمني للمكان، استعدادات كبيرة واستعدادات في كافة أنحاء المحافظة. نجد أن تم اختيار اللجان الانتخابية في أماكن سهلة الوصول إليها، هناك تنسيق ما بين وزارات التنمية المحلية والداخلية والصحة والأوقاف والتربية والتعليم والزراعة، لأننا كما نعلم بأن معظم اللجان الانتخابية متواجدة في مدارس التربية والتعليم، وأيضا هناك لجان انتخابية موجودة في المعاهد الأزهرية وفي الوحدات الصحية ومراكز الشباب وحتى مضايف الأوقاف. إذا الاستعدادات على قدم وساق، كما تشاهدون هناك الأضواء أو الكهرباء مستمرة، هناك تعليمات بألا تقطع
الكهرباء مطلقا على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية، كما أن هناك أيضا تم شحن العدادات مسبقة الدفع. فضلا عن ذلك هناك مولدات كهربائية موجودة لتأمين لأي سبب أيا كان. إذا الاستعدادات على قدم وساق، هناك تنسيق مع الإسعاف لتواجد عربات الإسعاف حول المقار واللجان الانتخابية، توجد أيضا في المدرسة والمدارس واللجان الانتخابية بصفة عامة. هناك توفير المستلزمات الطبية في حجرة الزائرة الصحية، وأيضا يتواجد من المفترض طبيب كما قالوا لنا. إذن استعدادات كافة شاملة خارج اللجان، هناك تأمين على أعلى مستوى، لكن لا تشعر به، يتشعر فقط بأن هناك استعدادات للانتخابات، هناك تجهيز للمواطن لكي يأخذ مكانه وكي يستريح حينما يأتي ويأخذ دوره في هذه في الاستحقاق الرئاسي. إذن كل شيء معد للانتخابات الرئاسية، وبإذن الله يعني أهالي محافظة القليوبية يكونون قدر هذا التحدي وهذا التعويل عليهم ويظهروا بأبهى صور الديمقراطية والوطنية. أشكر جزيل الشكر محمود العزالي على هذه المتابعة من المنصورة، وأتحول إلى منذر أبو دوح من محافظة دمياط. يعني منذر، لنتعرف أيضا يعني على المشهد لديك وأجواء الاستعدادات ومدى يعني إقبال المواطنين على المشاركة بفاعلية وبجدية في هذا الحدث بالغ الأهمية لمصر، ألا وهو الانتخابات الرئاسية. تحياتي إليك بداية جدتي العزيزة ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل استعدادات كبيرة داخل محافظة دمياط للانتخابات الرئاسية، بداية من الأجهزة المحلية بقيادة معالي الوزيرة الدكتورة منال عوض محافظة دمياط، والتي قامت بجولة تفقدية اليوم لعدد من المقار الانتخابية للوقوف على جاهزيتها وإتمام كافة الاستعدادات لانطلاق عملية التصويت، وذلك من خلال التحرك داخل الأجهزة المحلية والمقار الانتخابية المنتشرة داخل المحافظة، والتأكد من جاهزيتها من خلال وجود الأماكن التي يمر من خلالها المواطنين، وكذلك المظلات التي تقيهم من الشمس، وفي حالة سقوط أمطار خاصة أن محافظة دمياط محافظة ساحلية من الممكن أو متوقع سقوط أمطار في الأيام القادمة، مما كان استدعاء من الأجهزة المحلية لسداد لهذه الأمطار من خلال توفير كافة الأجهزة وكافة الاستعدادات للتسهيل على المواطنين للإلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية، حيث محافظة دمياط يشارك فيها 11 مليون مواطن و11 ألف و568 ناخب وناخبة موزعين على 10 لجان عامة و141 مركز انتخابي و176 لجنة فرعية متضمنة 5 لجان للوافدين، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من الوافدين داخل محافظة دمياط من المحافظات الأخرى. سيتم التسهيل لعملية كامل بالعملية الانتخابية غدا أو عملية الاقتراع خلال غد وبعد غد خلال 3 أيام الخاصة بالعملية الانتخابية، وتسهيلا عليه من خلال استخدام البطاقات القومية الخاصة به. بطبيعة الحال بالنسبة للأجهزة الأمنية تقوم وزارة الداخلية بالانتشار داخل شوارع والمقار الخاصة بالعمليات الانتخابية داخل محافظة دمياط لتأمين هذه المقاعد الانتخابية، والتي كما تابعناها بدأت مع انتشار الوحدات الأمنية في أمام المقار الانتخابية، وكذلك تأمينا لهذه المقار على أن يقوم القضاء باستلام أوراقهم الخاصة بعمليات الاقتراع والتأكيد عليها من قبل هيئة الانتخابات في الفرع الخاص بها داخل محافظة دمياط. بالتأكيد إجراءات تيسيرية يعني، وتوجد بالتأكيد لأن يعني يفصلنا حوالي 12 ساعة عن بدء التصويت المصريين في الغد منذ 9 صباحا بإذن الله. أشكر جزيل الشكر على هذه المتابعة منذر أبو دوح من دمياط، وأتحول إلى أسماء حسن متابعة من أسوان. يعني كيف تتزين يعني يتزين الناخبون والناخبات في الصعيد يعني، وتحديدا النموذج الأسواني في المشاركة بفاعلية في أن يستمتعوا بهذا الحق الديمقراطي أو الحق الدستوري والواجب الديمقراطي؟ أسماء تفضلي. يبدو أن هناك
يعني نتحول للحديث عن استعدادات وزارة الداخلية والترتيبات الأمنية الواجبة لاستقبال هذا الحدث الانتخابات الرئاسية الذي يبدأ في 9 صباح الغد بإذن الله ويستمر لثلاثة أيام. نتابع. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء الناخبين بأصواتهم على مستوى الجمهورية. القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفاعلية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. بالتزامن مع تأمين لجان الاقتراع سيتم تسيير دوريات وأقوال أمنية على مدار الساعة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. خطة وزارة الداخلية تعتمد على وضع خدمات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، وكذا نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات خاصة بمحيط اللجان العامة والفرعية. سيتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية والتي تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لمراقبة الحالة الأمنية على مدار الساعة ورصد الوضع الميداني وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات. هذه التجهيزات الأمنية والاستعدادات من قبل وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاقتراع دون الإخلال بالقانون والنظام، وتؤكد على استمرار نجاح الوزارة في تأمينها الاحترافي لكافة الفعاليات الوطنية.
إلى الملف الفلسطيني وتطورات الأوضاع في قطاع غزة. ناقش السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الروسي فلاديمير بوتين القضايا الإقليمية وبخاصة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. واستعرض رئيسان جهود مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، إضافة إلى مساعي القاهرة لإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهل القطاع. وتوافق السيسي وبوتين على ضرورة التحرك لوقف إطلاق النار وكذلك اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وفي ختام هذه الجولة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الناخبون يتوجهون غدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل. استنفار أمني لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشددان على ضرورة مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار في غزة. لتفاصيل أكثر يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت nal.eg. وهذا هو ختام تغطيتنا وهذه الساعة الإخبارية الشاملة، وبالتأكيد تغطيتنا تتواصل معكم على شاشة قناة النيل الأخضر. كونوا معنا، إلى اللقاء.